السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الطالبات، كيف حالكن؟ لعل كنا في حفظ الله. طيب، منذ الآن أنا سأعلمكن بطريقة التسجيل. نعم، منذ الآن، منذ هذا اليوم، سأعلمكن بتسجيل صوتي. والحمد لله قد بحثنا الحوار الأول في الأسبوع الماضي، والآن سنواصل إلى الحوار الثاني. الحوار الثاني، انظر واستمع وأعد. انظر واستمع وأعد. انظرنا واستمعنا وأعدنا. طيب، الحوار، هذا الحوار يتحدث عن العمل، عن العمل، كما الحوار الأول يتحدث عن العمل أيضا. نعم. طيب، نبدأ المحادثة بين الطالب الأول والطالب الثاني. الطالب الأول، ماذا سنعمل بعد الدراسة؟ قال الطالب الأول: ماذا سنعمل بعد الدراسة؟ أعدنا. ماذا سنعمل بعد الدراسة؟ أجاب الطالب الثاني: أنا أدرس الطب في كلية الطب، سأعمل طبيبا إن شاء الله. أنا أدرس الطب في كلية الطب، سأعمل طبيبا إن شاء الله. طيب، نستمر. هذا يوجد أيضا طالب الثاني. إذن الحوار يتدور بين طالب الأول والثاني والثالث والرابع إن شاء الله كثير، هذا والخامس كثير، هذا السادس. كم الطالب هذا؟ كم نفرا؟ كم طالبا هنا؟ سادس. نعم، ستة طلاب. طيب، الطالب الثالث: أنا أدرس الصيدلة في كلية صيدلة، سأعمل صيدليا إن شاء الله. أنا أدرس الصيدلة في كلية صيدلة، سأعمل صيدليا إن شاء الله. طيب، أعدنا. أنا أدرس صيدلة في كلية الصيدلة، سأعمل صيدليا إن شاء الله. طيب،
نواصل إلى طالب الطالب الرابع. أنا أدرس التمريض في كلية التمريض، سأعمل ممرضا إن شاء الله. قال الطالب الرابع: أنا أدرس التمريض في كلية التمريض، سأعمل ممرضا إن شاء الله. أعدنا مرة أخرى: أنا أدرس التمريض في كلية التمريض، سأعمل ممرضا إن شاء الله. طيب، نستمر إلى الطالب الخامس. قال الطالب الخامس: أنا أدرس الهندسة في كلية الهندسة، سأعمل مهندسا إن شاء الله. نكرر مرة أخرى: أنا أدرس الهندسة في كلية الهندسة، سأعمل مهندسا إن شاء الله. طيب، أعدنا جميعا: أنا أدرس الهندسة في كلية الهندسة، سأعمل مهندسا إن شاء الله. طيب، أحسنتن. الطالب السادس: أنا أدرس الطيران في كلية الطيران، سأعمل طيارا إن شاء الله. طيب، نعاعد أو نكرر مرة أخرى: أنا أدرس الطيران في كلية الطيران، سأعمل طيارا إن شاء الله. طيب، والآخر هذا. قال الطالب الأول: أنا أدرس التربية في كلية التربية، سأعمل مدرسا إن شاء الله. طيب، أنا أدرس التربية في كلية التربية، سأعمل مدرسا إن شاء الله. طيب، إلى هنا أوجدتنا مشكلة أو وجدتنا المفردات التي لم تعرف معناها. طيب، أنا سأشرح لكم قليلا فقليلا. قال الطالب الأول، هذا الطالب الأول، لا هذا لا من لا يكتب هنا الاسم، ولكن قال ماذا يقال هنا؟ طالب الأول. قال الطالب الأول: ماذا سنعمل بعد الدراسة؟ هذا انظرنا جيدا في كلمة سنعمل، نعمل، سنعمل، هذا فعل، هذا فعل المضارع، فعل المضارع. ومن كلمة الماضي عمل يعمل. عمل يعمل. وهنا المعنى نعمل، ما معنى نعمل؟ عرفتنا لو أعمل بمعنى عيم، نعم، أنا أعمل
أعمل أنا فيه ماذا ضمير نعم ضمير فيه ضمير أنا ونعمل فيه متكلم نعم من نحن نحن فهمتوا معنى نحن أنا أعمل نحن نعمل هكذا هذا جمع جمع نعم إذن ماذا سنعمل إذا ماذا نحن سنعمل هكذا ماذا نحن نعمل هكذا فهمتنا ماذا سنعمل بعد الدراسة دراسة قد بحثنا في ما في الشهر الماضي الوحدة في وحدة في وحدة السابعة نعم في وحدة السابعة بالموضوع الدراسة فهمتم معنى الدراسة الدرس درس نعم ماذا سنعمل سنعمل بعد الدراسة هذا قال الطالب الثاني قال الطالب الثاني أنا قال الطالب الثاني أنا أدرس الطب نعم هو يدرس في طب في علم الطب طب طبيب الطبيب فهمتنا مع الطبيب هذا الإنسان الذي ماذا يعطي الدواء يعطي الدواء للمريض نعم يعطي الدواء للمريض إذا أصبنا المريض أصبنا المريض ونحن يمكن نذهب إلى الطبيب للعلاج نعم للعلاج فهمنا مع العلاج هذا ميديس نعم لنطلب الدواء هكذا نطلب الدواء من 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 مرضنا إذا أنا أدرس الطب هو هذا طالب ثاني طالب ثاني هو يدرس في يدرس علم الطب في كلية الطب كلية حماما الطلية كلية أنا أرجو منكن قد فهمتنا معنى كلية ما كلية لأنك قد بحثنا في ماذا في وحدة الساب في وحدة الماضي في وحدة الماضي في وحدة وحدة الماضي عن الدراسة وفيه كلمة كلية وقد شرحت معنى كلية في عصب في دراسة الماضي إذن في كلية الطب نعم في كلية الطب سأعمل طبيبا إذن هو سيكون طبيبا هو سيكون طبيبا سيكون طبيب هكذا هو سيكون طبيبا إن شاء الله لأن هو يتعلم يدرس علم الطب لذلك بعد الدراسة بعد أن يتعلم بعد أن تعلم علم الطب بعد أن تعلم علم الطب سيكون طبيبا إن شاء الله نعم فهمتنا طيب نستمر هذا طالب وقال الطالب الثاني هذا إنسان الآخر نعم إنسان الآخر وإذا نعطي الاسم يمكن يعطي الاسم الاسم يمكن نعطي هذا محمد هكذا يمكن نعطي هذا محمد قال محمد ماذا سنعمل بعد الدراسة وقال علي هذا يمكن علي طالب الثاني نعطي الاسم هو عتم اسم له علي قال أنا أدرس الطب أنا أدرس الطب في كلية الطب سأعمل طبيبا إن شاء الله وقال طالب ثاني هذا يمكن نعطي له الاسم عثمان نعطي له اسم عثمان قال عثمان أنا أدرس الصيدلة أنا أدرس الصيدلة في كلية الصيدلة فهمتم معنى الصيدلة إذا باللغة الإنجليزية فارماسي هذا فارماسي هذا صيدلة نظرتنا في وراء وراءه في ورائه كثير الدواء نعم هذا الدواء وهو يسمى صيدلي نعم ينادي بالصيدلي نعم هذا هو هذا الرجل صيدليا هذا الرجل صيدلي نعم
Hadza rajul saydaliyun. Saydaliyun. Naam, saydali. Saydalah hadza ilm. Saydalah huwa ilm. Huwa yata'allamu ilma saydalah fi kulliyati saydalah. Naam. Sat'amal. Naam, taban. Lianna huwa yata'allamu ilma saydalah. وسيكون صيدليا إن شاء الله بعد الدراسة بعد يتعلم علم الصيدلة إن شاء الله سيكون صيدليا هذا صيدلي صيدلي هذا الرجل صيدلي. طيب أمنكنا تريدنا بعد أن تعلم أن تدرسنا في هذا المدرسة في هذه المدرسة أنتنا يمكن ستواصل إلى دراستكنا تواصل دراستكنا في الجامعة يمكن في أوسو ونأخذ علم الصيدلية وستكون إذا المرأة هذا ستكون صيدلية هكذا صيدلية يكون صيدلية هذا. طيب أحسن. نعم نستمر. الطالب الرابع قال طالب الرابع أنا أدرس التمريض في كلية التمريض. هذا تمريض هذا إنسان ماذا ينصر هو ينصر طبيب ينصر الطبيب ليعالج المريض يعالج المريض. تمريض هذا كيف نقول هذا باللغة الإنجليزية أنا نسيت اسمه. أنا أدرس تمريض هذا سأعطي المعنى باللغة الإندونيسية هذا باللغة الإندونيسية المعنى هو براوات. نعم براوات. أنا أدرس التمريض كبراواتان. أنا أدرس saya belajar كبراواتان تمريض. أنا أدرس التمريض في كلية التمريض. طيب في كلية التمريض سأعمل ممرضا. طيب طبعا بعد يتعلم في كلية التمريض هو سيكون ممرض. نعم سيكون ممرض ممرض براوات هذا ممرض إن شاء الله إن شاء الله. طيب نواصل إلى طالب الخامس. أنا أدرس الهندسة. أنا أدرس هندسة هذا هندسة هندسة هذا مهندس في كلية الهندسة. سأعمل مهندسا إن شاء الله. إذا لغة الإندونيسية معنى الهندسة تكنيك. نعم تكنيك تكنيك سيبيل تكنيك أرسيتك هذا هندسة هندسة. أنا أدرس الهندسة في كلية الهندسة. سأعمل مهندسا. kalau saya belajar ilmu teknik di fakultas ya kuliah ini fakultas ya di fakultas teknik maka saya akan bekerja sebagai saya akan bekerja sebagai insinyur. Kalau saya insinyur teknik kalau sekarang saya akan bekerja sebagai tenaga teknik ya insinyur lah ya enaknya ya bahasanya kalau bahasa Indonesia. Saya belajar ilmu teknik ilmu ya fi kulliyatil hindasah di fakultas teknik. Saya akan bekerja sebagai insinyur insyaallah. Taib ada qala talibus sadis berkatalah murid yang keenam. Ya, ana adrusu
tayaran. Saya belajar ilmu tayaran, penerbangan. Fi kulliyati tayaran. Unzurna hadzal rajul fi aina hadzal rajul? Ha? Fi tayarah, nah. Fi tayarah. Aina ibu? هو طيار هذا طيار هو الطيار إذا في السيارة سائق نعم سائق سوبير لكن هذا للطيار للطيارة يسمى طيار نعم طيار من الكلمة طير ما طير برون يا برون طيار هذا طيار سعوات يا طيارة سعوات يا طبعا طائرة بساوت طيارة طيارة بساوت يا طياران di saya belajar di fakultas penerbangan ya saya belajar di fakultas saya belajar ilmu penerbangan di fakultas penerbangan sa'malu tayyar saya akan bekerja sebagai pilot namanya pilot ya insyaallah tayyar artinya pilot ya insyaallah kalau insyaallah dah tahu kan artinya kan taimtunna makna tayya insyaallah man minkum na lam ta'rif makna insyaallah siapa ada yang enggak tahu enggak makna insyaallah kalau ada yang enggak tahu gimana caranya cari tahunya kalau ada yang enggak tahu kebangetan ini kalau enggak tahu sering diucapin insyaallah tapi enggak tahu maknanya kan kebangetan itu ya kan makna makna insyaallah in syaa ini min ada tiga kata di sini ya insyaallah nih in syaa Allah ya ini syarat ya ini kata syarat ini ya in ini kata syarat ya syaa ini fiil bani fiil madhi ya Allah lafzul jala ya, Allah nama Allah ya jika Allah menghendaki telah berkehendak menghendaki itu artinya. At-talibul awal kembali lagi kalau yang talibul awal awal tadi kan cuma nanya aja ma'adha sana'mal badal apa yang kita kerja apa ya setelah belajar jawab orang pertama kedua siswa pertama siswa kedua ini kembalilah dia siswa pertama barulah ngomong nih talibul awal ana adursu tarbiyah paham tu ma'adha tarbiyah رب يربي نعم من كلمة رب يربي فعل يفعل تفعيلا يا رب يربي تربية هكذا أنا أدرس التربية saya belajar di fakultas tarbiyah pendidikan kependidikan tarbiyah saya belajar ilmu kependidikan fi kulliyati tarbiyah di fakultas kependidikan sa'amalu mundari saya akan bekerja sebagai seorang apa kalau dia belajar di dunia pendidikan dia belajar fakultas pendidikan dia akan bekerja sebagai apa dia sebagai pedagang bukan sebagai apa mudarris mana mudarris muallim mana muallim ustaz ustazah hadza sama aidan sawa mil mudarris anahu hadza mudarris mana mudarris guru teacher ya sa'malu teacher insyaallah saya akan sebagai guru insyaallah طيب نستمر المفردات العرض نعم انظر استمع واعد هذا الهندسه فهمتنا قد ترجمت هذا من هذه السوره هذا الهندسة هذا الصيدلة هذا تمريض نعم تمريض صيد تمريض هذا هو ممرض ولكن ما اسمه العلم علم تمريض نعم طيران هذا صيدلي هذا صيدلة العلم نعم الصيدلي هذا الإنسان ممرض هذا ممرض هذا طيار هذا يدرس من يدرس مدرس
مدرس يدرس. نعم أنا مدرس، أنا أدرس، أدرسكن الآن، أنا أدرسكن. طيب تدريب عن الأسئلة باختصار، باختصار سينكات aja jawabnya ya. اختصار singkat. Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat. Ajib. Kalau perempuan diperintah, ini kata perintah. Kalau perempuan ajibna, ya. Anil as'ilah, soal-soal bawah ini dengan pendek aja. Man yadrusu fi kulliyati tamrid? Ha, man yadrusu? Ha? Man yadrusu fi kulliyati tamrid? At-talibul awal, talibul tsani, talibul rabi, talibul khamis, talibul at-talibul sadis, an man min man min haulai tullab yadrus fi kulliyati tamrid? Ajibna. Nah. Man yadrusu fi kulliyati tarbiyah? Man? Fahimtunna? Araftunna man ya, na'am, ma'na man yadrusu fi kulliyati tarbiyah? Man? Ayumkin talibul thani? Sahih? Talibul thani atau talibul awal? At-talibul awal atau talibul thani? Ajibna. Nah. Ya, jawab sendiri, ya. Antum tahu, harus tahu ya, jangan sepele ya. Man yadrus fi kulliyati tibb? Man yadrus fi kulliyati tibb? Ma mana kulliyati tibb? Al-awwal alaykunna an ta'rif an ta'rifna ma'na kulliyati tibb. Law lam ta'rif ma'na kulliyati tibb, hadha la yumkin antunna an tujibna al-su'al. Kalau enggak tahu makna kuliah titip ni artinya, enggak mungkin jawab pertanyaan ini. Pertanyaan ini. Kalau man tahulah ya, man artinya. Jangan sampai ada yang enggak tahu arti man. Ya, man yadrusu fi kuliah titip. Man yadrusu fi kuliah titayaran. Man yadrusu fi kuliah tisaidalah. Man yadrusu fi kuliah tilhandasah. Kalau, antunna fahimtunna bihadihi al-mufradat fahadihi al-su'al fahadihi al-as'ilah sahlah antujibna. Nah, kalaulah antunna faham dengan sini semua mufradat ini, hiwar al-hiwar tani ini, maka mudah sekali menjawabnya ini. Intinya kita harus paham al-hiwar ini. Ya, kalau enggak paham hiwar ini maka tak bisalah jawabnya. Baik. Man yadrusu fi kulliyatil handasah? Ajibna, ya. Ajibna bis sahih. Ajibna hadhihi al-as'ilah bil ijabati sahihah. Baik, aina hadzal hiwar? Aina hadzal hiwar? Aina hadzal hiwar? Aina madzal jawab? Aina hadzal hiwar? Hum الحوار أول أو الحوار الثاني؟ هذا الحوار، هذا الحوار حوار الأول أو حوار الثاني؟ ويتعال هن هم هذا طالب الأول، طالب الثاني، طالب الثالث إلى طالب السادس. هم يتحدثون في أي المكان هذا؟ يمكن فهمتنا؟ هذا من منكنا أستاذ مو تاو أنا أريد أريد أن أعرف من منكن تعرف أين الطلاب هذا هذا الطلاب أين يتحدثون هم يتحدثون في أي المكان هذا ارسلنا الإجابة ارسلنا ماذا هذا جواب من سؤال ارسلنا الجواب من سؤال رقم سابع هذا رقم سبعة رقم سابع كيرمكن جوابا dari pertanyaan nomor 7 ini ke WA Ustaz ya. Maka ini aja, yang lainnya jawab sendiri aja ya, tapi harus benar ya. Nah, ini aja Ustaz mau kirimkan
jawaban nomor 7 ini aja. Kemana kirimnya? Ke kantor pos? Bukan ya. Kirim ke WA ya, lewat WA ke nomor Ustaz. Tahu nomornya kan? Nah, kirimkan, jangan salah kirim ya. Kirimkan ke nomor Ustaz. Baik. Nah, ini sebagai tugasnya. Tugas harian Ustaz catat nih, enggak ngumpul enggak dapat nilai. Awas ini kemarin Ustaz masih banyak kasih bonus itu. Banyak yang nilainya rendah tapi Ustaz kasih bonus ya. Ini ke depan enggak ada lagi ya. Ustaz berapa dapat ya itulah Ustaz kasih. Ya. Demikian ilahuna ya sampai di sini ilahuna sampai di sini darsuna hadzal yaum pelajaran kita hari ini sanastamir sanwasil sanaltaqi kita akan jumpa lagi insyaallah fi yaumil jumuah naam fi yaumil jumuah insyaallah oh hadza ama hadza dars oh afwan ya taliban أخبرني لأن لم ما دخلت لأعلمكن في يوم الجمعة الماضي وهذا الدرس هذا بدل هذا الدرس بدل من درس يوم الجمعة الماضي. Ini karena Jumat kemarin Ustaz kan enggak masuk. Ini pelajaran rupanya ini untuk pelajaran pengganti ya, afwan ya. Bukan untuk pelajaran untuk hari Selasa ini. Yang untuk hari Selasa insyaallah ada rekaman yang lagi nanti insyaallah ya. Demikian saja nakhtatim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.